قدم رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح جوان حبايش مفتاح القضاء إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. هيدا الدرع الشيخ جوان حبايش عم بيقدمه باسم اتحاد بلديات كسروان الفتوح مفتاح كسروان الفتوح، عم بيقدمه لسماحة السيد حسن نصر الله وعم بيسلمه لسماحة الشيخ حسين زعيم. وقد أثار ذلك حفيظة بعض الأوساط التي شككت في أن يكون تقديم المفتاح قد حصل حديثا لكون حبايش موجودة خارج البلاد، فيما أكدت مصادر متابعة أن التسليم حصل يوم السبت الماضي في بلدة المعيصرة قضاء كسروان، وقد تسلم المفتاح مرشح حزب الله عن المقعد الشيعي في دائرة كسروان جبال الشيخ حسين زعيتر. يذكر أن حبايش استضاف قبل أيام لقاء للائحة التضامن الوطني في الدائرة في منتجع البلاتية. النائب السابق فارس السعيد لم يستسغ الخطوة فغرد على حسابه على تويتر: مع محبتي الشخصية لجوان حبايش أعارض تسليم الشيخ حسين زعيتر مفتاح كسروان الفتوح ليسلمه بدوره للسيد حسن نصر الله. شيخ جوان يعرف أننا لن نسلم مفتاح بيتنا إلا لله، مفاتيحنا مع حريصة ومر شربل ومع القانون والدولة والجيش فقط. اليوم ذكرى فؤاد شهاب. المرشح زياد حواض غرد أيضا مستنكرا: الاستحقاق الانتخابي في كسروان جبال ينحرف عن المبارزة الشريفة بالمشاريع والبرامج إلى بازار مفتوح لاسترضاء الناخبين. للعزيز جوان حبايش والآخرين أقول مهلا مهلا، مفتاح كسروان ليس عقارا أو ملكا فرديا يمكن التصرف به فيمنح أو يسلم. المفتاح الحقيقي هو كرامة الناس، ونحن أعلناها ثورة كرامة في 6 أيار. فيما أصدر مرشح القوات اللبنانية في كسروان شوق الدكاش بيانا رأى فيه ما جرى عملا مرفوضا ومدانا ويشكل استفزازا لأبناء كسروان والفتوح.